السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب بيت باي بيت سنة تانية اعدادي الوحدة السابعة درس الاول والتاني من صفحة 10 لصفحة 19. انتظرونا. صفحة 10 1 عمرو سبندس. عمرو يقضي تو ماتش تايم، وقت كثير، نقط كمبيوتر جيمز، في لعبة العاب الايه الكمبيوتر. الفعل سبند وجي بعديه هنا تايم، هيجي هنا الفعل فيه اي ان جي بلاينج، هنا بمعنى ايه ضيع بقى وقت كتير. 2 اي بريفير انا افضل، وبعدين نقط تي في يعني افضل مشاهدة التلفزيون، تو جوينج تو ذا سينما على الذهاب الى الايه السينما. المعنى هنا ما يفضل شيء على شيء، يبقى هيجي هنا ايه فعل فيه اي ان جي او اسم، فهنا واتشنج افضل مشاهدة، عشان هنا قال ايه على كذا، على الذهاب الى السينما. 3 عمر از هوبينج، عمر يأمل، الفعل هو بيجي بعديه طول مصدر، اعتبر إجابة تستضي، لما يجي بعديه فعل على طول يبقى طول إيه والمصدر، يعني عمر يأمل إنه إيه يدرس إنجليزي at university في الجامعة. صفحة 12 1 I always أنا دائما not home at 4 p.m. يعني إيه أعود للمنزل الساعة إيه 4 وأصل للمنزل يعني الساعة 4 مساء، مع هوم هنا بنجيب get home يصل للمنزل. 2 my mother مامتي، وبعدين نقط the shopping yesterday يعني قامت بالتسوق ايه امس، تسوقت مع the shopping بنستخدم الفعل ايه did اللي هو ماضي ده يعني اصله ايه اصله do. 3 نقط has two wheels لها عجلتين and is always fast ودائما بتكون ايه سريعة، اليمين موتور بايك دراجة بخارية. 4 ايه بيسأل بي can we go to the club tomorrow، هل يمكننا الذهاب الى النادي غدا، رد وقال ايه sorry I can't لا انا ما اقدرش I don't وبعدين نقط enough time يعني ما عنديش وقت كافي، ليس لدي، يبقى have I don't have. 5 don't وبعدين نقط your time playing games يعني ايه وقتك في لعب الايه الالعاب على الموبايل، ما تضيعش وقتك يبقى waste don't waste. صفحة 13 رقم 1 do you think هل تعتقد that it is easy انه من السهل to not from Arabic to English من العربي للانجليزي، هل من السهل انك ايه تترجم من العربي للانجليزي translate. 2 the road الطريق is not big enough for cars الطريق ايه مش كبير مش واسع يعني ايه بدرجة كافية للسيارات، but you can go down it يعني تقدر تمشي فيه تسير فيه on على ايه بقى، طالما الطريق مش كبير يبقى ممكن تستخدم موتور بايك دراجة بخارية. 3 نقط are like planes زي الطيارات but they don't have wings بس ملهاش اجنحة، هي طبعا الايه الهليكوبترز طائرات هليكوبتر طائرات مروحية. 4 منى always wears منى دائما بترتدي not on the bus على الباص because she loves لانها تحب الاستماع للموسيقى، تلبس ايه بقى سماعات الاذن headphones عشان تسمع موسيقى بقى بيه براحتها. 5 there is a يوجد ايه بقى not on this phone على هذا الايه التليفون which tells me بيقول لي the weather in my city بيعرفني يعني الطقس في ايه مدينتي، يوجد تطبيق للكلام ده على التليفون app تطبيق. 6 I want to not shopping on foot يعني انا اريد ان انا ايه اقوم بالتسوق سير عن الاقدام، مع شوبينج بنستخدم الفعل go. 7 this factory هذا المصنع uses يستخدم solar يعني شمسي نقط to produce عشان ينتج الكهرباء، يستخدم ايه بقى الواح شمسية panels. 8 the internet is a useful الانترنت ده ايه مفيد اختراع invention. 9 علا always دائما علا نقط her money on buying dresses فلوسها على ايه بقى على شراء الفساتين، تنفق فلوسها على كده spends. 10 A بيسأل B do you think هل تعتقد scientists علماء كان يمكنهم نقط the future المستقبل يمكنهم ايه التنبؤ بالمستقبل predict.
11 don't leave the lights on، ما تسيبش الايه النور ايه قايد كده. it was ده بقى ايه او يهدر ايه electricity الكهرباء. صفحة 15 وديت أسئلة الجرامر القواعد. واحد my brother أخي، وبعدين نقط at university جامعة، next year السنة الإيه القادمة. next year يبقى زمن الجملة إيه مستقبل بسيط، تبقى will be سوف يكون في الجامعة. اتنين هي نقط fail يفشل يرسب، يعني he is really smart ده هو إيه حقا ذكي، يبقى عمره ما إيه ما هيفشل، يبقى won't مش هي إيه مش هيرسب. انا كده ايه بتنبأ يعني ان هو ايه طالما ذكي يبقى عمره ما ايه مش هيفشل، عشان كده تبقى مستقبل منفي حسب المعنى. إيه دي بقى ايه تصحيح كلمة بين الاقواس. واحد coming هتبقى مصدر come، ليه؟ عشان عندنا هنا will يجي معاها الفعل في المصدر بعدها يعني. طيب الجملة دي did هتبقى will، طب ليه مستقبل؟ عشان عندي هنا next week تدل على يعني الأسبوع القادم، تدل على المستقبل البسيط. خلي بالك في الصفحة دي هنا بيفكرني هنا إن إيه استخدامات الحالة الأولى من إف، نستخدم إف أو وين وبعدها مضارع بسيط، والجملة التانية ويل زائد الإيه المصدر عشان إيه تذاكرها قبل ما نحل. نحل بقى الأسئلة بتاعتها صفحة 16. رقم واحد my friends and I أصدقائي وأنا، وبعدين ايه نقط واليكس سون الى اسكندريه ايه قريبا، يبقى الجمله دي هتبقى ايه مستقبل بسيط عشان عندي هنا سون قريبا، يبقى الاجابه ايه ويل ترافل ده مستقبل بسيط. اتنين ذات بوي هذا الولد، وبعدين نقط افيمس اركتكت يعني مهندس معماري، هيكون مهندس معماري ان ذا فيوتشر تدل على زمن الايه المستقبل البسيط، هتبقى الاجابه ويل بي. ثلاثة منى، وبعدين نقط هير أنت يعني منى ايه معنى الكلام حزورة هتزور عمتها. if she has enough free time لو عندها وقت كافي فراغ يعني وقت فراغ كافي. نركز مع بعض، ادي قاعدة اف هنا بعدها مضارع بسيط تمام، يجي هنا ايه مستقبل تبقى الإجابة will visit اسمها الحالة الأولى من اف. أربعة كمال will arrive on time، كمال سوف يصل في الميعاد الوقت اللي هي المناسب. if he not about the meeting لو عرف ايه حاجة عن الاجتماع ده هيجي في في ميعاده يعني. قاعدة if قبلها هنا مستقبل اهوت، يجي هنا مضارع بسيط مع he، نختار طبعا الفعل اللي هي اخره s knows، اما دي في ing ودي ماضي بسيط ودي مستقبل. خمسة when mom goes to the market لما ماما تذهب للماركت she not jacket هتجيب لي ايه جاكيت. هنا بردك وين زي اف اكنها الحالة الاولى من ايه من اف يعني هنا مضارع بسيط اهوت، يجي هنا مستقبل بسيط تبقى will get. السؤال اللي بعده اللي هو ايه اكمل جملة بالشكل الصحيح كلمة من الاقواس، نفهم بقى ايه سبب الاجابة. رقم واحد got دي ماضي هتبقى مضارع بسيط gets، نضيف لها اس عشان هي، طب ليه بقى قاعدة اف قبلها هنا مستقبل بسيط يجي هنا مضارع بسيط. اتنين would هتبقى will عشان تبقى مستقبل بسيط، اللي هي وين هنا الحالة الأولى زي اف بالظبط، يجي بعدها مضارع بسيط اهو ادي ميت، فلازم يجي هنا مستقبل بسيط دي will، وايه طبعا دو هي المصدر. تلاتة بردك عندي هنا اف في النص وقبلها مستقبل بسيط، فيجي هنا ايه مضارع بسيط وعايز ايه ننفيه عشان المعنى، هتبقى doesn't، وجبنا doesn't ليه عشان هي بتاخد doesn't ما بتاخدش don't. السؤال اللي بعده اختياري. كل بقى الايه الاسئلة بالشكل ده تحفظ القاعدة هتعرف تحل، مش هتحفظ هيبقى الاسئلة صعبة عليك. ايه رقم واحد when هدى visits كايرو عندما هدى تزور القاهرة، نركز سوا بقى بعد وين هنا مضارع بسيط يجي هنا ايه مستقبل هتبقى الإجابة will buy، هي إيه هتعمل إيه ده بقى she will buy هتشتري إيه أحذية جديدة سوف. اتنين I think أنا أعتقد مع كلمة إيه I think يجي مستقبل تبقى will be traveling in time يعني السفر إيه عبر الزمن هيكون إيه will be impossible ده حاجة إيه هتكون مستحيلة مش معقولة يعني.
صفحة 17 رقم 3. حسان won't use، حسان ايه مش هيستخدم الانترنت، to buy food when he not older، لما ايه يكبر. تمام، ادي القاعدة عندنا، ادي when، وقبلها مستقبل بسيط، يجي هنا ايه مضارع بسيط مع هي هتبقى is. 4. if I، لو انا، وبعدين not everything online، المقصود يعني لو انا اشتري كل حاجة ايه من على النت. I won't be able to، مش هكون قادر على go shopping، اذهب لاتسوق مع اصدقائي. ركز في قاعدة if هنا، if هنا وبعدها هنا ايه الإجابة، الجملة التانية تبقى مستقبل، يبقى هنجيب هنا مضارع بسيط تبقى الإجابة باي. دي قاعدة اف الحالة الأولى. 5. نقط يو فيزيت أسوان، ويل يو فيزيت ذا هاي دام، يعني ايه معنى الكلام المقصود، يعني لو انت هتزور ايه أسوان، هتزور السد العالي، لو أو إذا تبقى اف، ده حسب المعنى كمان. 6. I think، أعتقد، there not no illnesses، مش هيكون في أمراض in the future، في المستقبل. in the future يبقى الجملة دي ايه مستقبل، في اتنين هنا مستقبل will be won't be، هي من فيه أصلا بنو، نو ما يجيش معاها won't، ما يجيش معاها not يعني، يبقى هنختار will be. 7. if you go to the club، لو انت هتذهب للايه للنادي مساء هذا اليوم، بعد ظهر اليوم، this afternoon، you not حسام because he is in أسوان، لأنه حسام في أسوان، يبقى أنت إيه مش هتشوفه، خلاص هتبقى الإجابة won't see، مستقبل منفي عشان الإيه المعنى، هنا بعد if مضارع بسيط، وهنا طبعا قلنا بقى كذا مرة مستقبل بسيط. 8. I will travel abroad، سوف أسافر خارج، when I not my exams، أدي when هنا، وهنا قبلها مستقبل، يجي مضارع بسيط finish، لما أخلص امتحاناتي هسافر الخارج. 9. if عمر trains hard، لو عمر يتدرب بجد بجدية يعني، he not next week's match، هيفوز بالماتش بتاع الأسبوع القادم. قاعدة if هنا مضارع بسيط، يجي هنا مستقبل، هتبقى الإجابة will win. طب دي مستقبل بس منفي، يبقى المعنى خاطئ. 10. my father بابايا، وبعدين نقط me a new mobile، موبايل جديد، next month الشهر القادم، تبقى مستقبل بسيط، يبقى will buy، هشتري له موبايل جديد. 11. they not a nice time، يعني هم هيقضوا وقت ايه لطيف، if they go to، لو ذهبوا الى ايه حديقة الازهر. قاعدة if زي ما اتفقنا، بعدها مضارع بسيط، هنا مستقبل بسيط will have. 12. when امير، وبعدين نقطة امريكا، لما امير he will buy a modern car، هيشتري سيارة جديدة، will ايه والمصدر مستقبل بسيط هنا، يبقى هنا when يجي بعدها مضارع بسيط مع امير، هنختار فعل اخره اس travels عشان ده مفرد غائب. السؤال اللي بعد، تصحيح الكلمة بين الأقواس ديت، نفهم سبب الإجابة. ده واحد، not watch، هنا عندي قاعدة if بعدها مضارع بسيط، هي هنا مستقبل ومنفي عشان المعنى، تبقى won't watch. اتنين، مع next year تدل على المستقبل البسيط، يبقى speak دي هتبقى will speak، مستقبل بسيط. تلاتة، قاعدة when برضك اللي هي الحالة الأولى، بعد هنا وين مضارع بسيط ادي ويرز، يجي هنا ايه مستقبل بسيط، يبقى فيل هتبقى ويل فيل، سوف يشعر. 4. قاعدة اف الحالة الأولى، هنا مضارع بسيط، يجي هنا مستقبل بسيط، بي هتبقى مستقبل بسيط، كله بيدور بقى ايه نفس القاعدة. 5. in the future، يبقى ايه في المستقبل البسيط، ونجيب فعل مساعد بدل ديد، يبقى ويل، ادي ويل هنا، وادي الايه وادي المصدر هيلب. صفحة 18 في آخرها كده في محادثة نفهمها كويس. نجوى is reading a book، نجوى تقرأ كتاب، about new inventions، عن الاختراعات الايه الجديدة. فمايا بتسألها تقول لها what are you reading، ماذا أنت تقرأين، بقى الإجابة كده واضحة من رأس المحادثة، يبقى هنقول تقول لها I am reading، أنا أقرأ a book، كتاب، about inventions، عن الايه الاختراعات. هتلاقي جريت عظيم، وبعدين راح اسألها سؤال، فقالت لها ايه نجوى yes، نعم، there will be، سوف يكون هناك many important inventions، اختراعات هامة كثيرة
in the future في المستقبل. فهتقول لها ايه؟ هل انت تتفقي تموافقة يعني ان في ايه هيكون في اختراعات مهمة في المستقبل؟ يبقى الاجابة do you agree، هل توافقي that there will be many important inventions، اختراعات هامة in the future في المستقبل. معلش الاجابة طويلة شوية. الصفحة اللي بعدها صفحة 19 بقية المحادثة. فمايا راح تسألها سؤال، قالت لها they will invent، هما سوف يخترعوا the flying motorbike، الدراجة البخارية الطائرة soon، قريبا. وهتقول لها ايه؟ ماذا هم هيخترعون؟ ماذا يعني ايه؟ what. نجيب فعل مساعد will اهو. نجيب الجملة من الأول، what will they invent soon، أو ممكن ايه طريقة تانية، what invention، ما الاختراع، will we see soon، اللي احنا هنشوفه ايه قريبا. يا دي يا دي. بعد كده مايا قالت لها do you agree، هل انت توافقي that it will be useful، ان الاختراع ده هيكون مفيد في مصر. هتقول لها yes I agree، نعم انا اوافق that it will be useful in Egypt، انه سوف يكون مفيد في مصر. او اجابة مختصرة yes it will be useful، نعم سوف يكون مفيد. دي صح ودي صح. بعد كده مايا قالت لها can I borrow this book، ممكن بقى استعير منك الكتاب ده after you finish reading it، بعد ما تخلصي قراءته. هتقول لها ايه؟ yes you can، نعم تستطيعي، او yes of course، اي اجابة مناسبة. السؤال اللي بعده اختياري رقم واحد، there will، will يجي وراها الفعل في المصدر تبقى be، there will be سوف يكون هناك electric cars، سيارات ايه تدور بالكهرباء في المستقبل. اتنين، do you think، هل تعتقد that we will، ان احنا سوف، a car، سيارة، that doesn't make any pollution، ما تعملش اي تلوث، ان احنا ايه هنخترع سيارة، اخترع يعني ايه invent. تلاتة، I asked my aunt، طلبت من عمتي او خالتي تو نقط French internet article، مقالة فرنسية into Arabic، الى اللغة الايه العربية، انها ايه طلبت منها انها تترجمها translate. اربعة، وين دينا، وبعدين نقط هوم، عندما دينا تعود للايه تأتي للمنزل، her aunt will meet her، يعني عمتها سوف تقابلها. طبعا زي ما احنا فاكرين القاعدة بقى بتاعت وين، الجملة التانية فيها مستقبل، يجي هنا مضارع بسيط مع دينا، نختار الفعل آخره اس comes. خمسة، نقط I have enough free time، معنى الكلام يعني لو أنا عندي وقت إيه كافي فاضي يعني، I will go out، هخرج مع أصدقائي، يبقى لو، إذا أو لو if، حسب المعنى هنا. ستة، my mother always، مامتي دائما، وبعدين نقط the shopping، تقوم بالتسوق ايه ايام الجمعة، مع ذا شوبينج بنختاره مضاز، لكن جو دي بتيجي مع ايه جو شوبينج من غير ذا. السؤال اللي بعده، اكمل الجمل بالشكل الصحيح للكلمة بين الاقواس. اجابة جاهزة، نفهم السبب. واحد، وانت دي هتبقى ويل، حسب المعنى هي سوف تنجح في الامتحان، اصل هي ايه كليفر، ماهرة، يبقى ده المعنى، اثبات مش نفي. اتنين، واللي يجي بعدها الفعل في المصدر، يبقى doing ديت هتبقى do بس. تلاتة، عايزين في هنا not work، بس هنا دي قاعدة اف، تمام. الجملة التانية فيها واللي زاد الايه المصدر، الحالة الأولى من اف، يجي هنا مضارع بسيط منفي، تبقى don't work، جبنا don't لأن they تاخد don't. أربعة، نفس الكلام، قاعدة اف هنا، الجملة التانية فيها مستقبل بسيط اهوت، يجي هنا مضارع بسيط، هاف دي في المضارع طبعا يا هاف يا هاز، سارة بتاخد هاز عشان سارة مفرد غائب. الفيديو انتهى، اتمنى لكم دوام التوفيق.